احنا اليوم بلشنا في 25/10 انطلاق الدوري الدرجة الممتازة. عنا 10 أندية في الدرجة الممتازة بالضفة الغربية، منهم نادي العروب الخليل ونادي سنجر رام الله ونادي عزوم قلقيلي ونادي جيوس وجن صفوت قلقيلي ونادي طول كرم وبلعة من محافظة طول كرم، نادي النزل الشرقي محافظة طول كرم، وعنا نادي عصيرة الشمالية من محافظة نابلس. الانطلاقة جيدة، هاي في ملعبين احنا مشغلين في الفارعة وفي طول كرم، والمستويات جيدة لا بأس. يعني الحكام حقيقة متواجدين، يعني في كل ملعب في 6 حكام مشكورين والله يعطيهم العافية. حقيقة أنا يعني بعزي الفوز إلي كوني يعني اليوم استلم تدريب الفريق، وهذا الفوز ببعث رسالة لصديقي اللي كان مدرب للفريق اللي هو سافر على اليابان. إحراز الفوز اليوم حقق لي 3 نقاط، هذول بمنحني يعني خطوة للأمام في الدوري في الدرجة الممتازة. خسارة يعني خلينا نحكي شبه متوقع في ظل غيابات عنا، في عنا لاعب 2 غايبين في الأردن، وفي عنا كابتن الفريق نزار كتاني عنده إصابة، إن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون متعافي منها، وإن شاء الله المباراة القادمة راح يكون الأداء أرقى وبمستوى أعلى إن شاء الله. يعني هل تعزي الخسارة هناك تراجع في الأداء، أم يعني الفريق المقابل كان أفضل من ناحية المهارات الجماعية وأيضا الإعداد وكذلك الضربات الساحقة كما شاهدنا خلال المجريات؟ أستاذ منتصر، كل الاحترام والتقدير للفريق المقابل، بس عندي الغيابات أنا اللي يعني السبب الرئيسي في الخسارة، زائد إنه الفريق كان يعني طلاب جامعة ولسه في عندنا 2 بالفريق من طلاب التوجيهي، يعني ضعف اللياقة البدنية أدى إلى هبوط في الأداء، والفريق الثاني لا شك وما بنكر عليه الأداء الجيد اللي قدمه، إلا إنه الخسارة عندنا هي السبب الرئيسي، خلينا نحكي في الغيابات السبب الرئيسي في الخسارة.